اهلا بكم من جديد، صباح الخير لكل مشاهدينا، تحياتنا وما كنتوا عم بتشوفونا هذا الصباح. دائما الفقره الطبيه ببرنامجنا هي بناء على رغبتكم، انتم شو بتحبوا تعرفوا اكثر عن مواضيع صحيه وطبيه مختلفه. هذا الصباح رح نحكي عن موضوع اختلال الغده الدرقيه عند الاطفال، وخصوصا اذا كان هناك قصور منذ البدايه، يعني منذ الولاده بهذا الموضوع. اليوم استشاري الغده الصم والسكري دكتور باسم الزعبي حيكون معنا يحكي لنا اكثر عن هذا الموضوع ويعطينا بعض الإضاءات حول موضوع الغدة الدرقية واختلالها عند الأطفال. صباح الخير دكتور باسم، أهلا وسهلا فيك. صباح الخير ستي. صباح الخير أخوة المشاهدين جميعا. صباح الخير. إذا خلينا إحنا مثلا نتعرف على هالجهاز. إحنا دائما موضوع الغدة الدرقية منوليها كتير اهتمام، يعني صير عندنا كسل، تعب، زيادة وزن، نقصان وزن، بنقول روحوا افحصوا الغدة الدرقية أو كلوا كذا أو خدوا كذا عشان تتحسن وظائف الغدة الدرقية. ما هي هذه الغدة؟ ما هي أهميتها في جسمنا؟ الغدة الدرقية يعني عضو صغير، جزء من منظومة الغدد الصماء اللي موجودة في الجسم. نعم. ونحكي عن غدة صماء. الغدة الصماء هي نسيج يفرز هرمونات، يفرز مواد لها تأثير على الخلايا الجسم إلى الدم، يطلقها إلى الدم فتسمى غدد صماء. الآن تختلف عن الغدد الخارجية التي تفرز إلى أماكن أخرى غير الدم زي الأمعاء مثلا. الغدة الدرقية هي أيضا كما قلنا عضو صغير يتوضع في مقدمة العنق، في الأسفل مقدمة العنق، هي بالرقبة بالعنق. نعم، في الأسفل بالأمام، من الأمام تحت الغضروف الدرقي، وهي غدة صغيرة يعني وزنها حوالي 20-30 حسب طبعا عمر الطفل، يعني 20-30 جرام، وحجمها أيضا عدة مللترات يعني. وبتضل حجمها نفس الشيء مع طول عمر الإنسان؟ لا، بتكبر مع تقدم العمر. الآن طبعا هاي نحكي عن الحالة الطبيعية، الآن تكبر لأسباب مرضية بتصل وزن كبير أحيانا، يعني أحيانا ورم يصير بالغدة الدرقية، يعني حتى ضخامات قد لا تكون ورمية، يعني ممكن يكون ورم، ممكن يكون ضخامة عادية. يعني هي أصلا مشاكل الغدة الدرقية بتكون إما زيادة في الإفراز، لأنها تفرز هرمونات، تفرز هرمون الغدة الدرقية، نوعين من الهرمونات الغدة الدرقية، وفي نوع ثالث أيضا له علاقة بمستوى الكالسيوم بالدم. لكن ما يهمنا هو الهرمونات الثايروكسين اللي هو الهرمون الغدة الدرقية ورفيقه اللي يسمى T3. يعني هذول هذان الهرمونان أساسيان في وظائف تقريبا غالبية الخلايا في الجسم. نعم. لذلك أي خلل في عمل هذه الغدة يؤثر على غالبية، إذا لم يكن جميع، أجهزة الجسم المختلفة. نعم. على الجهاز العصبي، على الجهاز التنفسي، على الجهاز الهضمي، على النمو، على الجهاز العظمي، الدوران والقلب والدوران، يعني كل الأجهزة تتأثر بزيادة أو نقص هذا الهرمون. يعني فهي أصلا مشاكلها يا بتكون من زيادة هذا الهرمون فيصير في فرط نشاط، يا من نقص هذا الهرمون. نعم. أحيانا بتكون مشاكل فقط حجم، أنها تزداد حجمها بدون ما يؤثر على وظيفتها، أو أحيانا بيكون التهاب أيضا لا يؤثر على حجمها أو وظيفتها. نعم. بس يعني ما يهمنا احنا بالأطفال هو نقص عملها عند الولادة. طبعا ممكن بعد ذلك يكون مكتسب، يعني مش بالضرورة يكون خلقي نقص العمل، نقص نشاطها، ممكن يكون مكتسب لاحقا عبر التهاب، عبر مشاكل متعلقة باليود إلى آخره. يعني ليس زي ما بنعرف عند الكبار دائما بصير في اختلال الغدة الدرقية نتيجة عوامل مختلفة انتم دائما بتنبهوا عليها. بس انا بدي ارجع لموضوع الاطفال، يعني بالعادة ليش ممكن في طفل يولد بهذا الاختلال؟ هل ممكن في سلوكيات معينة وراثة ام سلوكيات عند الام ممكن يكون خلال الحمل؟ شو ممكن يكون السبب الاساسي ليكون في طفل مولود اصلا عنده اختلال في الغدة الدرقية؟ نعم، الاسباب عديدة، لكن عناوينها انها تكون هنالك مشكله في تصنع هذه الغده، الغده نفسها اما انها غير موجوده، او انها حجمها صغير وبالتالي نشاطها قليل، او انه وهو الاحتمال الاكبر الغده الدرقيه لما بتتولد بالجنين تتولد في قاعده اللسان، وبعدين لها مسار لحد ما توضع في مقدمه واسفل العنق. خلال هذا المسار لا تصل إلى الهدف النهائي، الموقع النهائي لها، وبتكون ضامرة نسبيا، فبيكون إنتاجها من الهرمونات الغدة الدرقية قليل. نعم. هذا أكبر سبب للمشكلة الولادية، وطبعا هذا السبب غالبيته الكبرى ليس وراثي. أيوة. يعني يصبح فردي،
فيعني هذا طبعا امر مهم، لانه الاهل دائما بيسالوا وراثه الثاني. احنا الطفل الثاني في مشكله بالموضوع. نعم تماما، وكمان اذا بده يصير بالطفل الثاني او لا، هاي الغالبيه الحالات اذا لا علاقه لها بالوراثه، وهي تحدث يعني هيك مره واحده. الان في انواع طبعا اقل لها علاقه بالوراثه، نسبتها حوالي 10%، بتكون المشكله في تصنع الهرمون نفسه. الغده موجوده فيش مشكله، حجمها وموقعها سليم، ممكن تكون حجمها اكبر قليلا من الطبيعي، لكن المشكله انه الهرمون المصنع ليس طبيعيا، ليس سليما. هذول نسبه اقل، وهذول ايضا فيهن عامل وراثي. الان في اسباب ثانيه ليست مهمه، اقل اهميه، نتحدث عن تقريبا 85% من الاسباب هي الاسباب اللي ذكرناها. طبعا في اسباب متعلقه بالادويه، اسباب متعلقه بالام اثناء الحمل، اسباب متعلقه باليود عند الولاده، تعرض الطفل لليود او نقص اليود، يعني هاي امور كلها احتماليه قليله، لكن السبب الرئيسي ولكن فردي. تحدثنا فردي عنه تمام. متعلق بتشكل الغده الدرقيه. نعم سبحان الله، يعني هي الصحه نعمه من عند رب العالمين، ولكن لما بيكون في هذا الاختلال شو دوركم دكتور؟ وخصوصا انه بدنا نركز، وانت يعني نبهتني كثيرا انه خلينا نركز على موضوع التشخيص الصحيح. نعم. وكل المواليد يخضعوا لهذا التشخيص. نعم. لانه التشخيص الصحيح هو بدايه طريق العلاج ومتابعه المريض في هذه الحاله. تماما شو اللي بيصير؟ لانه احنا يعني للاسف يعني دائما المرض يشخص لما بصير فيه عرض. نعم. بروح المريض او يؤخذ الطفل او الكبير يذهب الى الطبيب لانه في اعراض. مشكله النقص الولادي انه تقريبا 90 الى 95% من الحالات تولد بدون ما يكون عندهم اعراض، لذلك المشكله عندهم نقص في الغده الدرقيه. أه. لكن ما عنده اعراض عند الولاده اللي تظهر للاهل او للطبيب يشخصها مباشره. من اجل ذلك ومن اجل هذه الامراض التي لا تشخص بشكل باعراضها ويمكن ان يتاخر التشخيص اذا انتظرنا الاعراض، يعني قد تاخذ عده اشهر حتى تظهر الاعراض. أيوه. اذا تاخرنا هذه الاشهر هناك خلل غير قابل للمعالجه، خاصه على الجهاز العصبي. يعني هناك مشاكل تؤدي إلى تأخر القدرات العقلية، وهذه طبعا تأخذ وقت حتى تظهر، لكن حينما تظهر وحينما يبدأ الخلل لا يمكن إصلاحه. لذلك يعني استحدث شيء في العالم من عشرات السنين، هو أنك تعمل فحص لكل مولود لما بنولد من أجل أن تشخص هذا المرض. والفحص سهل، يعني هي نقاط، عدة نقاط من الدم على ورقة. أيوة. وترسل إلى المختبرات المركزية. نعم. مختبر مركزي في عمان للأردن. نعم. من كافة المراكز الصحية في الأردن. نعم. طبعا هذا الفحص يجرى بعد يعني في الشكل المثالي في بعد 48 ساعة إلى 5 أيام بعد من الولادة. يعني هذا مبكرا جدا، يعني نعم أفضل وقت لأخذ العينات في هذا 48 لخمس أيام من لخمس أيام. نعم. لذلك احنا يعني من أجل ذلك يعني نطلب من كافة الأهالي الآباء والأمهات أنه عند المولود الجديد أن يذهبوا إلى المراكز الصحية من أجل سحب هذه العينة. تمام. لأنه يعني أعراض الغدة الدرقية هي ما تجرى بشكل خلينا نقول طبيعي مباشرة، لازم الأهل يروحوا يعملوا هذا الفحص. نعم، لأنه احنا الخيار الثاني، احنا طبعا بحسن الحظ في الأردن تقريبا 99% من حالات الولادة تتم في المستشفيات، وهذا أمر ممتاز. لكن لما بتتأخذ العينة في اليوم الأول، لأنه عادة احنا يعني بقعد الست بعد الولادة تبقى يوم بالكثير، مش أكثر من هيك. وطبعا في ناس بأخذوها بعد ساعات، بتروح بعد في ساعات، بيقول لك انه تولد بالحصيدة فما فيش داعي تضل المستشفى. مش من أجل ذلك يعني اليوم الأول غير مناسب، لأنه النتائج ما بتكونش دقيقة. من أجل ذلك لما تستقر الأرقام هي بعد 48 ساعة. نعم. وهذا أفضل الأوقات. الآن إذا كان لابد يعني تأخذ في اليوم الأول تأخذ في اليوم الأول، بس لأنه ما بتكونش دقيقة تماما، مفضل تكون باليوم الثاني والخامس. إذن هنا يفضل طبيب المشرف على ولادة هذا الطفل أنه ينبه الأهل أنه لو سمحتوا ترجعوا لنا بعد 48 ساعة تماماً. خمس أيام تعملوا هذا الفحص لأبيكم. تماما، هذا الشيء اللي لازم يكون. وبعدين الفحص كثير سهل، يعني لما بتأخذ ما في سحب عينات بس والآخره، مجرد نقط دم غزة على الكعب فقط. القدم. طيب. تأخذ هذه النقاط على ورقة أيضا، وموضوع سهل، وتأخذ إلى المستشفى. طيب. ويقاس، وبعد ذلك يتصل بالأهل إذا كان في شكوك بالعينة، وينادى ويستدعى لإجراء فحص دقيق بسحب بسرنج، وإذا كان في هنالك خلل أو شكوك يحول عادة لمستشفى الأمير حمزة
اللي نراه في قسم اللازم. في عيادة الغدد من أجل معالجته. يعني هلا بس السؤال، الطفل اللي رايح يعني يكون عنده هذا الاختلال في الغدة الدرقية، شو الأعراض اللي بتظهر عليه لاحقا؟ يعني هي شو أعراض الطفل المصاب باختلال الغدة الدرقية الولادي؟ صحيح. كما ذكرنا طبعا بعد أسابيع أو أشهر قد تظهر الأعراض إذا لم يتم المعالجة. الأعراض تشمل كسل، نعاس، نوم كثير، مشاكل بالرضاعة، إمساك، اصفرار الموالد الجدد لفترات طويلة، انتفاخ البطن، فتق بالسرة، خشونة الجلد، تأخر في النمو، في الوزن، في الطول، وتسارع بطء في ضربات القلب، انخفاض في الحرارة، نقص في الفعالية بشكل عام. وطبعا أسوأ واحدة فيهن هي التي تؤثر على الجهاز العصبي وعلى القدرات العقلية. أيوة. وعلى الأداء يعني المدرسي ممكن إذا والتحصيل. تم تجاهل هذا المرض أو عدم علاجه بشكل مناسب ممكن يكون في تأخر عقلي. نعم. بس يكبر نعم الطفل. نعم هذا صحيح. هذا الخطر بالموضوع. ويعني وهذا طبعا هو أسوأ وأخطر ما في الموضوع، ومن أجل ذلك يعني يجب أن يتم الفحص في الوقت المناسب والعلاج المناسب. ونحن في مستشفى الأمير حمزة يعني في اليوم الذي يصلنا الطفل فيه يبدأ العلاج، حتى لو جاء متأخر. بتعالج دكتور؟ هذا هو السؤال. هذا طبعا لحسن الحظ يعني لحسن الحظ أنه علاجه سهل، يعني علاجه حبوب أيضا ما فيش أبر وحقن وإلى آخره ومشاكلها وتحضيرها وغلبتها. أدوية حبوب وتعطى بشكل طبعا المولود الجديد ببلاش الحبة يعني لحاله، يعني طبعا بده تسحن وتوضع في تذاب في الماء ويعطى بشكل يومي يعني. لكنه بحمد الله هذا العلاج هو أصلا هو العلاج هو نفس الهرمون. نسبة شفائه قد تكون 100%. ممكن قد تكون 100%. نعم اذا بدا مبكرا، اذا بدا خلال 3 أسابيع الاولى من التشخيص. احنا اليوم دكتور استشرناك، ويعني هذه المعلومه جدا مهمه. يعني هذا الفحص قد يقي الاطفال من مشاكل خطيره جدا في المستقبل، والعلاج قد يكون نسبته 99% الى ما تم تشخيصه تقريبا. طبعا يعني كل ما بكر كل ما كانت النتائج على المعالجه ايجابيه على المدى البعيد. ونحن نتحدث عن حتى في الاردن، خاصه الاردن، احنا يعني في احصائياتنا المتعلقه بالمسح هذا الذي يجرى للاطفال ويعطوا فيهم يجرى فيهم الفحص، نسبه حصوله تقريبا 1 الى 1600. أيوة. يعني احنا بالاردن تقريبا عندنا 180,000 مولود بالسنه. يعني احنا بالسنه عندنا تقريبا 100 حاله اذا نعم. مش اكثر يعني. نعم. وبالتالي يجب يعني انه نكتشف طبعا. كل هاي الحالات ال 100 حاله يعني ما يكونش في تراخي كثير من وجع الراس تمام. والتعب تمام. فيما يتعلق باولادهم. انا بدي اشكرك دكتور باسم الزعبي، وانت استشاري غدد الصم والسكري، دائما بتنورنا بالبرنامج تعطينا نصائح حول هذين الموضوعين، يعني غدد الصم والسكري. انتم اكثر دكاتره اعتقد مشغولين بهذا الموضوع لانه عندنا مشاكل كثير في هذا الموضوع. شكرا جزيلا، ان شاء الله بنستضيفك في موضوع اخر جديد يتعلق بهذا الموضوع.